انت عندك مواجهه كبيره امام النادي الاهلي يوم 30 في الكاس، زي ما حضرتك قلت المواجهه دي شايفها ازاي؟ خسر النادي الاهلي في افضل احواله يمكن على الاطلاق. هي بس هتقابلنا مشكله كابتن كريم، ويا ريت برضه اتكلمت فيها قبل كده، يا ريت برضه تشار من خلالك، ان عندنا في لعيبه كتيره جدا اعارات، في لعيبه عقودها انتهت هتنتهي. فطبعا احنا عرفنا ان القيد ممكن يفتح يوم 27/7 قبل مباراه 3 ايام. فمعنى كده ان اللعيبه دي مش هتبقى موجوده معانا. فانت بتتكلم ان اللي هيبقى حوالي 10 لاعبين فقط. فانا مش عارف برضه هنخوض دور ال 16 ازاي، ودي يعني بقول ان كل الانديه اللي لعبت كاس مصر دور ال 16 باللعيبه بتاعت الموسم دي، فلازم يحصل نوع من الاستثناء ان على الاقل نلعب دور ال 16 باللاعبين دول. يعني انت يا كابتن علاء، انت بتقول لي دلوقتي ان انت ممكن تلعب مواجهه النادي الاهلي لو القرار ده اتطبق ب 10 لاعبين؟ بالظبط كده، هم دول اللي باقيين، هم دول اللي هيكونوا موجودين. وده برضو يعني مش هيبقى في تكافل، لان في كل الانديه لعبت الدور ال 16 باللاعبين المسجلين هذا الموسم. صحيح. انا هلعب بطوله كانت موجوده الموسم ده باللاعبين، لازم يستمروا لغايه يوم 30 يلعبوا المباراه. صحيح. انما لو فتح القيد هتبقى مشكله، لان اللعيبه دي مش هتبقى بتاعتك خلاص، سواء الاعاره او العقود انتهت. صحيح. هتبقى مشكله كبيره مين جدا. مين ابرز اللاعبين؟ يا اما المباراه تتقدم تبقى يوم 25، تبقى يوم 26 قبل فتح القيد. فدي برضو موضوع عايزين نشوف المسؤولين، الحاج عامر حسين واتحاد الكوره، لان طبعا كاس تنظيمه من خلال اتحاد الكوره وليس الرابطه. عايزين نشوف الوضع ده هيقنن ازاي يعني. مين ابرز اللاعبين المعارين او اللي عقودهم هتنتهي يا كابتن علاء دلوقتي؟ عندك في رشيد احمد اعاره من سيراميكا، عبد الرحمن البنوبي. في عبد الرحمن البنوبي اعاره ولا نهايه عقد؟ لا كنا واخدينه اعاره من من سيراميكا. صح. في حوالي 3 لعيبه و4 لعيبه من 2001 النادي الاهلي. في محمد نجيب عقده بينتهي. لا، في كمال ابو الفتوح كنا واخدينه اعاره من ايستر كمباني. لا، في اكتر لعيبه كتيره. بص يا كابتن علاء، هو الرباوي اثنين حراس مرمى واخدينهم اعاره، واحد من فرع الجيش واحد من الجونه. يعني الموضوع مش سهل خالص يعني. انا الخبر اللي عندي يا كابتن علاء كنت لسه اقوله حتى بعد ما اقفل مع حضرتك، انه اتحاد الكره فعلا بيدرس فتح باب القيد 1 اغسطس يعني، فلو ده حصل فده بالنسبه لحضرتك هيكون شيء جيد يعني.